هاي رسالة من الناصرية، من ذي قار، من شمال ذي قار وتحديدا قضاء قلعة السكر، إلى رئيس الوزراء العراقي وإلى وزير الكهرباء وإلى الحكومة المحلية في ذي قار من محافظ ومجلس محافظة. هاي المدينة مظلومة. يا رئيس الوزراء، اجيت للناصرية والتقينا بيك وقدمنا لك مطالب، ولليوم ما شفنا منك شيء. هذا الفايل تتذكره، نسخة منه بيدي ونسخة منه من والله تبيدك يا رئيس الوزراء. نعاني من الكهرباء ونعاني من الماي ونعاني من شارع. أول مطلب بالفايل اعطيتك إياه الشارع العام، وقلت لك هذا شريان ذي قار الأبهر بطول 90 كيلو متر، كان يسمى طريق الموت. من الناصرية سيطرة الفجر، وقلت لي الفريق الحكومي قاعد يشتغل علي، وقلت فني مطالبكم بالحفظ والصون وارجع منا كله أدرجه الواحد واحد. يا رئيس الوزراء، لليوم صار لك 6 أشهر. قضية الكهرباء يا وزير الكهرباء، دمرونا في قضاء قلعة السكر. هاي رسالة إلى كل شريف يوصل هذا المقطع إلى رئيس الوزراء وإلى وزير الكهرباء. ذي قار تستحق كهرباء 24 ساعة، لكن حتى لا تعطوني 24 ساعة بشمال ذي قار، والله ما توصل للمواطن. عمي كم مرة تفصل عندك الكهرباء؟ عمي بالساعة تفصل عندك 50 مرة، يحسب الحساب حاطه ورقة وقلم. صيانة، حرب نفسية، دمرونا. هاي الرسالة ريتها توصلكم.